علاء احمد سيد معتصم بنادي التحرير. احب اقول لكل المصريين في كل مكان مش في بيت بس، اذا كنا احنا دلوقتي موجودين كعدد قليل فاحب افكر الناس بس بموقف بسيط جدا، ان 25 اللي طلع فيها مجموعة قليلة وهي اللي بدأت الشرارة. المجموعة دي بدأت فتحت الباب لمجموعات كتيرة خرجت بعدها، ومنها مجموعات اخر ناس دخلت اللي كانوا في الاول بيحرموا الخروج على الحاكم، المجموعات اللي رفضت الخروج عشان حسابات سياسية، المجموعات اللي رفضت تخرج عشان لها وضع معين رفضت تخرج، ولما اصبح عندهم يقين ان الشباب اللي خرجوا 25 واللي ماتوا وفي 26 فضلوا معتصمين وفي 27 فضلوا مقاتلين ويوم 28 كان الاصرار والتحدي، عندما اصبح اليقين انهم في طريق الصح واصبح في طريق المكاسب بدأوا يهرولوا الى ميدان التحرير حتى يحجزوا اماكن في الايه في المكاسب. وعندما سقط رأس النظام توهم الكثيرون ان النظام سقط فاصبحوا يهرولوا على جاني المكاسب، وما زلنا نحن كما بدأنا صامدون، بدأنا أقلية وأصبحنا أقلية، ولكننا معنا الحق في الأول وفي الثاني وفي الآخر، وإن شاء الله كما نصرنا الله وهذه الثورة صنيعة الله سبحانه وتعالى وليس صنيعة فرد، وبالتالي من كان يعني يعتبر أن عدم وجود قائد سب في جبين الثورة فنحن لا، كله إنه وجود الله سبحانه وتعالى هو من دعم الثورة وهو من أنجح الثورة. ما كانش يخطر في بال اي فرد يوم 25 ان هيكون هو فرد من شرارة لقيام اعظم ثورة في تاريخ الانسانية بالكامل. ولمن يدعي الان انه على صواب ونحن على خطأ نذكره بما قال، فمن اتهمنا بالخيانة والعمالة واتهمنا بالبلطجة اصبح الان فيما يربعه الاساسي يتهمنا بالخيانة والعمالة والبلطجة وفساد وتخريب الدولة. وإذا كان في بعض المجموعات أو بعض الإعلاميين بتكلم من وقف الإنتاج، مصر ما كانش في حياتها 30 40 سنة 50 سنة دولة منتجة، مصر عايشة على جزء الاستهلاك، عايشة على الاستيراد، عايشة على التسول زي ما قال معمر القذافي إن إحنا كنا بنشحت، رئيس دولة بيشحت، فما بالك بدولة وضعها يكون إزاي؟ المصري مهان في الداخل وفي الخارج، المصري كان بلا هوية في الداخل وفي الخارج، المصري كان يعيش بلا أي كرامة بلا أي وجود إنساني. إحنا بعد 25 يناير أصبح لنا حديث عن الكرامة، حديث عن المصري، كلمة أنا مصر كانتش موجودة، كنا في الأول بنصنف نفسنا أنت إخواني أنت وطني أنت تبع مين أنت شغال مع مين أنت وظيفتك إيه، أصبحنا بنصنف نفسنا دلوقتي كل التصنيفات دابت وأصبحنا أنا مصري وارفع راسك فوق، دي ما طلعتش إلا بعد الثورة. ده كله يدينا بدايات لنهايات ان احنا ماشيين على طريق الصح، ان احنا معنا الحق مهما ادعى المدعون ومهما قال المغرضون ومهما تحول الاعلام. الاعلام في بداية الثورة كان جايب كورنيش النيل الشارع فاضي، واصبح دلوقتي بيجيب الاغاني الوطنية عشان يغطي على ما يحدث في ميدان التحرير. ميدان التحرير الناس اللي موجودة دي ناس تعاني، ناس اصحاب قضايا، ناس اصحاب مشاكل، واذا كان واحد يعاني من مشكلة واحدة ويتتهم ان هو مشكلة فئوية او طلب فئوي فهو يمثل ملايين غيره موجودين في البيوت خايفين ينزلوا، يمثل كتير غيره ما عندهمش الفرصة انهم يوصلوا لميدان التحرير. في ناس هنا كتير جدا بتقسم اللقمة، ناس كتير جدا بتعيش من غير عشاء، بتبات من غير عشاء، ناس كتير جدا موجودة تحت الشمس درجة حرارة لا يتحملها بشر موجودين لاعتصام. اذا كان الناس بتقولك ما نجيب بلطجية يجي يشوفوا الناس، انا بقول له اللي بقول لك بلطجي تعالى خد من حقك تيجي تقول لو سمحت عايز اعرف عليك، وده كان بيحصل معانا كل يوم وما زال بيحصل. حضرتك بتسجل معانا احنا ما نعرفش انت تابع مين، ما نعرفش انت هتنشر في اي مكان او اي وسيله، احنا فاتحين حوار مع كل الجميع لان احنا جزء من هذا النسيج وجزء من هذا الوطن، ونرفض التصنيف، نرفض الاستبعاد، نرفض الاستقصاء. نحن نعيش على هذا الارض، نعيش تحت هذا السماء، فالارض للجميع والسماء تزول للجميع. نحن مصريون بكل الالوان بكل الاطياف، نحن مصريون. ولكل من لا يعرف من هما في ميدان، بسيط جدا يقطع تذكره مترو ويوصل عندنا، يقعد يتعرف على الناس، يشوف ده بلطجي ولا يشوف ده مين، يشوف الدكتور، يشوف الصحفي، يشوف المحاسب، يشوف المهندس، يشوف الراجل اللي ماسك منصب، يشوف ناس على معاش، يشوف ناس وضعها اجتماعي، يشوف ناس مش محتاجه انها تنزل لكنها مؤمنه بقضيه. الناس اللي موجوده نوت كتير جدا
مش موجوده عشان طلب شخص، موجوده عشان قضيه عامه. وناس كتيره جدا مش لاقيه شغل بتطالب بحقها في العمل، بتطالب في حقها في عيشه كريمه، بتطالب في حقها في انسانيه. ده كله نوصل رساله لاهلنا نقول لهم ضموا علينا. لما ضمتوا علينا ظهر الفساد، ما كانش حد يتخيل الفساد ده كان موجود قبل 25 ولا 28. لما ضمتوا علينا ونزلنا يوم 11 فبراير بدات تظهر علامه الفساد. دلوقتي احنا بنقول لكم ضموا علينا عشان في فساد كتير جدا هيظهر، منتظر ما تضموا علينا. والناس اللي سابوا الميدان نقول لهم المكاسب كنت هتاخدوها تاخدوها، خرجتوا النهارده او خرجتوا بكره تاخدوها، بس كنت تاخدوها بشرف، خدوها التاريخ يذكركم بخير. واللي خرج التاريخ اثبت له ان هو لما خرج قبل كده خطا خسر، وهو دلوقتي خرج خطا، فبيحاول يشوه صورتنا عشان يقول للعالم ان احنا خرجنا صح وهم غلط. احنا بنقول له احنا مش هنجرح فيك ولا هنشوه صورتك زي ما انت بتعمل فينا دلوقتي، لكن اقول لك احنا اخوات، احنا دم واحد، ارض واحده، بنشرب ميه واحده، بناكل من لقمه واحده، تمام؟ نحاول كلنا نخدم البلد دي، وربنا يصلح حال البلد دي ويجعلها في مكانها الطبيعي بينا ومن غيرنا، بس احنا وسيله، وربنا يجعلنا وسيله في الصالح وفي الخير. شكرا جدا.